وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة هلأ كتير عم بتساهم بالتعارف الشباب على الصبايا، وهيدي حالة صحية. لكن بنفس الوقت إذا تعرفنا على الإنترنت عم نبني قرارنا للزواج على أساس التواصل وهالمحادثات والدردشات اللي صارت على الإنترنت، إنه منيح الواحد يتعرف، لكن لا، بدنا نبني القرار على أساس تفاعل وجها لوجه. لأنه بس نحن حكينا عن كل شيء، حتى سكايب كان في كاميرا ومطرح ما هو ومطرح ما أنا، وكل يوم نقعد 7 ساعات مساء نحكي مع بعضنا، أوقات واتساب أوقات سكايب أوقات. أنا بقول هيدا كله لا ينفع أو شبه لا ينفع، هيدا يكفي فقط للتعرف بشكل سطحي على الآخر. لكن اللي مفروض أنه يصير هو أنه يصير فيه هلأ التفاعل اليوم. هاي التفاعل اليوم يمكن حدا أقول بس مش قدرته حيث هو يسكن أو هي تسكن، أنه يجي ونقعد شهر، معنى أنت عم تاخده مخاطر كتيرة، ريسك كبير، أنه عم تبنوا قراركم 50 سنة قادمة على هالتواصل. بس ما في شيء غير ما حكينا فيه، وأنا بعرف من خبرتي العيادية أنه هيدي طبع أنه كل يوم 7 ساعات، أنا بحكي عن مثل حي، كل يوم 7 ساعات مساء لفترة سنة من بعد تزوجنا، من لقاءات عددها 2 أسبوع التفاعل اليومي، بعدين اكتشفوا إشي عن بعضهم كتير بديهية. طب معقول ما كنتوا حكيتوا إذا أنت ممكن تكفي دراسات عليا أو لا تعملي ماسترز؟ كنتوا تحكوا كل يوم 7 ساعات مثلا، مش حكين فيها، وهو ما بده إياها تعمل ماسترز وهي بدها. هذا مثل حي. مثل آخر، إنه ما بديك تلبسي كم قصير بل كم طويل، طب حكيتي أنت قبل عرفي إنه هالقد هو ملتزم دينيا أو سطحيا بالدين بحيث إنه ما بده إنه إيدك تبين؟ لا. طب لكن شو كنتوا تحكوا إذا كل يوم 7 ساعات؟ إذا ما كان قال لي انتبه بكرة ما نتزوج بدك. هيدي أمثلة حية الواحد بيوقع فيها، وممكن للبعض تكون سخيفة، لكن عدي عليها أشياء كتيرة هيدي ما كانت لتكتشف لو ما كانوا بس مختصر حديثهم على الإنترنت. هلا ما في معايير ناجحة صحيحة أو ناجحة للتعارف، لأنه كل المعايير مقبولة وكل الوسائل مقبولة. ممكن واحد على التلفزيون يتعرف على حدا، ممكن على الإنترنت يتعرف على حدا، ممكن بواسطة أشخاص، ممكن بالصدفة، يمكن بمصعد أحد الأبنية. فإذن هيدا كتير منيح أنه يتذكروا ويتعرفوا على بعض، لكن ما بيأثر على استمرارية ونجاح الزواج، صار في زواج فيما بعد أو لا. اللي بيأثر هو بعد التعارف هالتفاعل، فترة التعارف الديتينج والخطوبة. الخطوبة مش حتى نأثث بيت، نفرش بيت أو نستأجر أو نشتري بيت. الخطوبة هي مرحلة امتحان على صعيد الانفتاح الاجتماعي والعائلي، العائلتين على بعضهم، الحياتين على بعضهم، لحتى نشوف مدى ممكن يكون هالعائلة هالزواج ناجح أو لا. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.